طب تعالوا نروح للمؤتمر الصحفي ونشوف مستر موسيماني قال ايه بعد الماتش. I'd like for to lose 2 points. The matter to paying after Zamalek make a pressure on our player or the team and what the effect of the drawing to remove the title or it can play for. Well, I'm not sure about that. I can't guarantee that. حضرتك بتسأله بتقول له حكايتك بتلعب بعد الزمالك بتأثر عليك، قال لا ما اقدرش اضمن لك ده، يعني ده مش الكلام مش صحيح. ما انا مش متأكد ان الكلام ده صحيح ولا ان اللعيبه بتتأثر ان احنا بنلعب بعد الزمالك يعني. Because when I look at the match لما ببص على المباراة I don't know, it's very difficult for me to say that because we were not nervous. ما كناش متعصبين، ما كانش عليا ضغوطات واحنا بنلعب، ما كناش متعصبين. Now after losing 2 points, we're playing for the title or it will be difficult for us to win the title? No, the title is not yet finished. فكر ان خسرت النقطتين ده هتأثر على حظوظك في انك تكسب هتلعب على اللقب ولا لا؟ لسه ما اتحسمش اللقب. We have to focus and believe. المفروض نركز المفروض نؤمن بحظوظنا. Because you don't know what's going to happen after. احنا مش عارفين ايه اللي ممكن هيحصل في الماتشات الجايه. Yes, we feel sad. We lost the 2 points. طبعا احنا عندنا حاله من الحزن ان احنا خسرنا نقطتين. We know it's a big impact. وعارفين طبعا ليها تأثير كبير. But football doesn't work like that. You go to play it to the last minute. كرة القدم ما بتشتغلش بالطريقة أو ما بتاخدهاش ده، المفروض تلعب لغاية آخر دقيقة وتدي لغاية آخر دقيقة. كيف اتفضل. طب مش عشان مش سامع بس فاهم. هل لك فوت في ال 2 بوينتس؟ اللي احنا فيه؟ You said you have a mark that all the games require see the goals from the right side. Crossing from the right side. What do you think about that? Crossing from the right side and you can see the goals. All the goals you can see is coming from the right side. The cross yeah. from the right side? Yeah. No, the cross came from the left side. لا اللي بيقول لك الكروس مش من الناحيه اليمين زي ما حضرتك بتقول. Not from the right side. الماضي جاي من الشمال. حضرتك بتقول له كل الكرات اللي بتيجي بتبقى كروسات من ناحيه اليمين وبيقول لك الجول جه النهارده من الشمال مش من اليمين. الكروس معمول من الشمال. طب. What is the point of view to play to remove on remove first you make the sub you put out a winger and you put one midfielder and after that you make the opposite you put the midfielder outside and you put a winger. What is your point of view of this? Yes, taking point of view. Because the scoreboard says you must make a change. لأن النتيجة كانت بتقول إن لازم تغير، يعني لازم تقول لك لازم نغير. مجريات المباراة لأن هم اتعادلوا فرجع تاني. هو كان بيلعب بوينج فبعد كده حب يأمن عشان كنا كسبانين، لما جه هم اتعادلوا حب يفتح الماتش تاني يفتح الحتة الهجومية بتاعتنا فنزل نزل طرف نزل وينج. عشان كنا عايزين نسجل تاني. ما كانش حكاية مش موضوع تأمين بقى، موضوع عايزين نسجل. عشان كده نزل وينج مكان وسط وسط الملعب. أي أسئلة تاني ولا خلاص؟ أوكي ثانك يو. أوكي ثانك يو. It's okay. تمام.